حسين الشحات، بقول لك اهلا بيك على شقة الاهلي، ومليون مبروك ارتداء الفانيله الحمراء، مليون مبروك نزولك اول تمرين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. طبعا يعني شكرا ليك على المقدمه الجميله ديت. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى انه يلعب فيه، فبالنسبه لي حاجه كبيره يعني. طبعا طبعا يعني النادي الاهلي نادي كبير، معروف ببطولاته، معروف بكل حاجه. فالنادي الاهلي طبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان احقق يعني نص البطولات اللي هي موجوده في الدولاب انا وزملائي الفتره الجايه ان شاء الله. نفسي ان احقق بطوله افريقيا ان شاء الله، نقدر نعملها ان شاء الله، ونحقق بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله. فطبعا يعني كانت بالنسبه لي ان انا لازم اخد صوره طبعا جنب دولاب البطولات. طبعا تمام. طبعا يعني طبعا انا زي ما قلت نادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى يلعب فيه. نادي الاهلي يعني كان حلم من الطفوله طبعا ان انا ارتدي تيشيرت نادي الاهلي، ان انا العب مع جيل كبير وجيل لعيبه كبار ولعيبه كويسه جدا على مستوى. بالنسبه لي كان نفسي احقق دوت، بس الحمد لله ما قدرتش. بس بعدها بفتره طبعا يعني من اول شلال الدخان كان في مفاوضات مع نادي الاهلي، وبعد كده مصر المقاصه، وبعد كده من وانا في العين. فطبعا كان بالنسبه لي انا لازم خلاص احقق اللي انا هلبس تيشيرت نادي الاهلي. فالحمد لله قدرت ان انا احققه، وان شاء الله اقدر احقق بطولات ان شاء الله. لا والله طبعا يعني انا الحمد لله يعني والدتي من صغري يعني معلماني اللي انا اشبع طبعا وعيني شبعانه طبعا. فالحمد لله بالنسبه لي ما كانش فارق معايا فلوس، فالحمد لله انا مبسوط في اي حاجه، فاقل فلوس انا مبسوط بيها. فبالنسبه لي مش فارق معايا فلوس والله. تمام. يعني طبعا كابتن الخطيب يعني حاجه كبيره جدا، واي حد يتمنى ان هو يقابله ويكلمه. فانا بالنسبه لي طبعا كابتن الخطيب اول ما كلمني قلت له طبعا انا تحت امر النادي، فانا متواجد في اي وقت تكلموني فيه انا اكون موجود. فطبعا يعني ده كان حلم كمان، فكابتن الخطيب ما يكلم اي حد، فخلاص الموضوع بالنسبه له خلصان. فالحمد لله يعني اول ما كلمني قلت له كابتن انا ان شاء الله متواجد، اول ما تخلص انا متواجد في النادي الاهلي. والله يعني طبعا كابتن سيد كان بيرحب بيا، وانا كابتن سيد كنت قابلته كذا مره قبل كده، فرحب بيا وقال لي يعني مبروك انضمامك لينا، وان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وان شاء الله نقدر نحقق المطلوب، وربنا يكرم ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه، تعمل حاجه كويسه. فكنت طبعا قاعد مبسوط معاه، قلت له طبعا يا كابتن ان شاء الله اي حد يتمنى يحقق بطوله مع النادي الاهلي، وان شاء الله اقدر اعمل كده ان شاء الله. طبعا يعني طبعا يعني المدرب طبعا اتكلمت معاه واتكلم معايا وقال انا متابعك طبعا، وانت لعيب كويس، وربنا يكرمك ان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وانا عارف ان انت بتلعب في كذا مركز، وان شاء الله ربنا يكرمك معانا ان شاء الله، ونقدر نعمل المطلوب ان شاء الله. قال لي طبعا النادي الاهلي نادي كبير بينافس على بطولات كتير، فطبعا يعني دي حاجه كبيره، وقال لي ان شاء الله تقدر تعمل كده ان شاء الله. طبعا طبعا يعني انا كنت عايز انزل التمرين لاني عشان خاطر طبعا اكون مع زملائي من اول يوم انا موجود فيه. فطبعا يعني اتمرنت، وان شاء الله عشان خاطر الحق مباراه افريقيا ان شاء الله، فربنا يكرم ان شاء الله وكلنا نصيب العب فيها ان شاء الله. ان شاء الله طبعا انا زي ما قلت لك انا اتصورت مع البطولات نادي الاهلي، لاني ان شاء الله نفسي احقق بطولات مع نادي الاهلي، وان شاء الله اقدر احقق بطوله افريقيا معاهم ان شاء الله انا وزملائي ان شاء الله. طبعا يعني كابتن محمد ابو تريك يعني حاجه كبيره وشخصيه عظيمه، فكان نفسي الحقه في الملعب طبعا، بس ما حصلش نصيب. فبالنسبه لي كابتن ابو تريك ما يكتب عليا كده، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره، وديت اكبر دافع مع مساندة الجمهور ليا، مع مكالمة كابتن خطيب، مع كل الناس بصراحة اللي ساعدتنا، يعني مش مهندس عبد الكي وامير توفيق، وكان احمد فضل قبل ما يمشي، يعني كل الناس فبصراحة يعني كل واحد لازم ياخد حقه. ف يعني الحاجات دي كلها طبعا يعني تديني دافع قوي، ومع مساندة الجمهور زي ما قلت مع تويت كابتن محمد ابو تريكه، فدي بالنسبه لي اكبر دافع ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله اقدر اعمل حاجه مع زمالك ان شاء الله. طبعا والله بشكره طبعا على الثقه الدهاله ديت، الثقه الكبيره ديت، وشكرا يا كابتن خطيب، وان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه، وان شاء الله اكون دافع ليا، مسنده حضرتك ليا والمجلس الاداره كله. طبعا يعني طبعا بشكرهم النهارده على ان هم رحبوا بيا بطريقه كويسه، وان شاء الله يكون دافع كويس ليا، وان شاء الله اعمل حاجه كويسه معاهم ان شاء الله. رساله للاعبي الاهلي. طبعا يعني لعيبه اخواتي وصحابي طبعا، فان شاء الله بقول لهم ان شاء الله نقدر نعمل حاجه مع بعض، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق بطولات الفتره. طبعا يعني بشكرهم جدا على مساندتهم ليا الفتره اللي فاتت، وان هم اصروا ان انا اجي النادي الاهلي. ف بقول لهم شكرا جدا ليكم، وان شاء الله اكون دافع كويس ليا اللي انتوا عملتوه معايا، وان شاء الله احقق بطولات واقدر اساعدكم ان شاء الله كلكم ان شاء الله، انا وزمايلي ان شاء الله في الفريق. شهداء النادي الاهلي يستحقوا منك كلمه. طبعا يعني ربنا يرحمهم ان شاء الله ويجعل مسمعهم الجنه، وان شاء الله نحقق بطوله افريقيا ليهم ان شاء الله السنه دي. بالتوفيق يا نجم، وجماهير الاهلي باذن الله تنتظر منك اداء قوي، اداء يعيد امجاد النادي الاهلي، اداء يعيد بطولات النادي الاهلي مره اخرى. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ده كان لقاء خاص وحصري لشاشه قناه النادي الاهلي، تعرفنا فيها عن حسين نجم نجوم النادي الاهلي، حسين اللي برهن على حبه وانتمائه للنادي الاهلي، عشقه النادي الاهلي. بنتمنى له باذن الله التوفيق، بنتمنى له باذن الله يكون ليه دور مؤثر فتره مقبله مع النادي الاهلي هو وزمايله، وترجع البطولات من جديد، ويكون عام 2019 هو عام الانتصارات للاهلاويه. دمتم في امان الله.